قضائية لتصفية حسابات سياسية مع حزب العدالة والتنمية، ممثلة في شخص الأستاذ جامع المعتصم نائب عمدة سلا ورئيس مقاطعة تبريكت وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والبرلماني السابق بمجلس المستشارين في إطار ملفات كيدية. ونعلن في فريق العدالة والتنمية تضامننا اللامشروط مع الأستاذ المعتصم ورفضنا وإدانتنا لمثل هذه الممارسات الغير الديمقراطية.